سلام على ريحة الشوي يا سعيد. بس لو تعرف يا صديقي كمية العمليات الكيميائية اللي بتصير أثناء الباربيكيو. اللحم بيحتوي على مواد عضوية اسمها الكرياتين، بتساعد بتأمين الطاقة للعضلات. ولكن لما بتشوي اللحم الكرياتين بتحول لمادة اسمها HCA. في دراسة بتشير أن وجودها بكثافة ممكن يسبب السرطان. أكيد ما عم قلك يا سعيد أنك توقف اللحم المشوي، لكن خذ بعض الاحتياطات. فما تعرض اللحم للهب مباشرة، استعمل ورق الألمنيوم، والحرارة لازم تكون أقل من 160 درجة مئوية. تخيل يا سعيد أنه تتبيلة اللحم إلى دور بالوقاية، فالأبحاث كشفت أنه الفلفل الحار بيخفض نسبة الـ HCA لـ 60%، بينما إكليل الجبل أو الروزميري بيخفضها لـ 90%. والأهم أنه ما كتير تحتفل بكلها بدخان، فهو نتيجة نزول الدهون على النار، وهالعملية بتولد مواد ضارة اسمها الـ PAH. يعني اختار لحمة قليلة الدهون، ولا تنسى تنظيف الشواية وإزالة كل البقايا. بكل الأحوال ضروري أكل اللحم بكميات معتدلة خلال الأسبوع، وعساكم دوم بصحة وسعادة.